مرجانة في الرياضيات الصف الرابع الابتدائي، تأسيس ورياضة، والكتاب ده طالع من فترة وكنت عايزة أعمل له ريفيو ضروري جدا. إعداد أستاذة ولاء محمود، نشوف الكتاب من جوه وأجيلكوا تاني. الكتاب أهو ده محتواه من جوه، هو جايب الأرقام العربية والأعداد الكبيرة وصيغ متنوعة لكتابة الأعداد، مقارنة الأعداد وجمع وطرح الأعداد الكبيرة والتقريب، خواص عمليات الضرب والأعداد والأعداد الأولية والمضاعفات، ووحدات القياس، وحدات قياس الساعة والوقت. الفصل الثالث بعد كده جايب لي المحيط والمساحة للمستطيل والمربع وكمان القسمة. هنا الكتابة هو يا جماعة لسه كمان الفصل الخامس بتاعه، وهو جايب لي الكسور الاعتدادية وتكوين الكسور ومقارنتها وجمعها وطرحها، والكسور المتكافئة والكسور العشرية والقيمة المكانية وصيغ متنوعة للكسور العشرية. الكتاب اهو عامل طبعا، دي اول حاجة، دي المقدمة، وده شكل الكتاب من جوه. هو متناول مادة الرياضيات في سنة رابعة ابتدائي بشكل بسيط، وكمان ندي كمان تمارين كتير جدا عليها اهو. ده الشرح والتمارين في كتاب مرجانة، وكمان عاملاه لي تيبلز للشرح اهو، وكمان عامل جزء للواجب المنزلي. الاسم بالنسبة لي بتاع الكتاب اسم غريب، فكان لازم ان انا اجيبه واعمل عنه ريفيو من جوه عشان اشوف ايه موضوع مرجانة ده. واختبارات كمان على كل فصل، والدرس التاني درس العوامل، وبعدين الواجب المنزلي الاعداد الاولية، وواجب منزلي، واختبار الفصل التاني وحدات قياس الكتلة. والكتاب متناول الرياضة بشكل كويس جدا. الكتاب طبعا موجود من خلالي، وفي اختبارات كمان كتير جدا. الكتاب يا جماعة سعره 70 جنيه، اطلبوه مني وان شاء الله دايما يكون موجود.